عايزين نتكلم في موضوع تاني الحقيقة يمكن بيمسنا احنا كده انسانيا ونفسيا وبيفرق معانا. هي يعني جملة من كلمتين لكن بتأثر تأثير كبير جدا، جبر الخواطر. بس كده، عارف لما حد يجبر بخاطرك، لما حد يطمنك، لما حد يفرحك، لما حد يقولك ما تقلقش اطمن انا موجود، انا هعمل لك كل اللي يريحك، كل اللي ينقلك لبر الامان، كل ده يندرج تحت كلمه جبر الخواطر. اكيد كلنا بنتمنى انه حد يجبر بخاطرنا، ان حد يشوف ايه اللي ناقصنا ويعمله، ان حد على الاقل يضحك في وشنا. يعني عايزه اقول لكم انه ثواب كبير جدا لما تضحك بس في وش حد، انت كده جبرت بخاطره. لما تروح تطبطب على حد، انت كده جبرت بخاطره. لما تساعد حد باللي تقدر عليه ايا كان بقى، يعني في ايدك ايه، حاجه صغيره حاجه كبيره، على قد ما تقدر انت جبرت بخاطره، خد ثواب. فدايما يا جماعه خلونا نجبر بخاطر اللي حوالينا. اكيد ممكن ما يبقاش في ايدينا حاجه كبيره، بس ايا كان اللي في ايديك تعمله اجبر بخاطر اي حد تعرفه او ما تعرفوش، لان والله بترجع. يعني انت حتى لما تعمل حاجه كويسه في انسان تجبر بخاطره، هتلاقي اللي يجبر بخاطرك، هتلاقي اللي يفرحك، وهتلاقي اللي يطمنك. فما فيش في الدنيا احلى من جبر الخواطر.